مدار حياتنا بتحصل لنا مواقف بتضيع مننا فيها فرص وحاجات وأشخاص بنندم عليها ونقعد نقلب نفسنا كتير على ضياعها، وممكن نعيش فترة كبيرة على ذكرها. الحاجات دي في أغلب الأوقات بتضيع مننا بشكل ممكن ما نفهمش إيه أسبابه، ونحس إننا ملناش ذنب بده. يمكن ضايع حاجة منك أو حاجة بتحبها أو عايزها من إيدك في بعض الأحيان، أنت بتعتبره كسر خاطر ليك، بس أنت مش عارف إيه اللي وراها أو إيه الحكمة اللي فيها. قصة سيدنا موسى مع الخضر لما اتبعه وشاف منه تصرفات تبان في ظاهرها ان هي كسر خطر لاصحابها، زي الولد اللي قتله سيدنا الخضر وهم ماشيين، لكن سيدنا موسى جاله التفسير بعد كده وعرف ان الولد ده كان ابواه والده ووالدته من الناس المؤمنة والناس التقية، والولد ده كان هيتعب اهله ويرهقهم، فاراد ربنا سبحانه وتعالى انه يريحهم ويعصمهم من الفتنة والبلاء في ابنهم. سيدنا الخضر ما كانش بيتصرف من نفسه او من دماغه، كان بيعمل كده بحكمة ولسبب ربنا سبحانه وتعالى عرفه له وأطلعه عليه مسبقا. لكن ربنا مش مطالب يقدم لنا تفسيرات مسبقة لكل حاجة بتحصل لنا في حياتنا، وأوقات بيكون له حكمة كمان إننا نفهم، بس نفهم متأخر. أصحاب السفينة اللي خرقها سيدنا الخضر أو عمل فيها فتحة وخلاها معيوبة وكان يبدو إن ده ضرر ليهم، وفهم سيدنا موسى بعد كده قصة الملك اللي بياخد السفن غصب، فالعيب اللي عمله فيها ده كان سبب إنه ينجيها وما تتخدش من أصحابها. يمكن العيب اللي فيك هو اللي ينجيك، ممكن المشكلة اللي تحصل لك هي اللي تكون سبب في تفوقك ونجاحك في الحياة. يمكن خبطة عربيتك اللي ضايقتك وزعلت عليها تكون سبب ان هي عطلتك عن شر اكبر، انك تعمل بيها حادثة كبيرة او العربية تتسرق منك او غيره. ممكن الحاجة اللي تفقدها دي تكون سبب في مكاسب كتير ما كنتش هتقدر تحصل عليها وانت سليم او هي الحاجة دي معاك. يغلق الله بابا ليفتح ابوابا، الباب اللي هيتقفل هيفتح مكانه ابواب كتير. بيحكى ان في عصر من العصور كان في راجل عنده مزرعه خيل كبيره. ففي يوم من الايام واحد من الحصانه اللي كان عزيز عليه طلع مع المجموعه ياكل من المراعي، فسرح لوحده ومشي فضاع منهم مش لاقينه. فالراجل صاحب الحصان لما جاله الخبر اتاثر وزعل شويه كده على ضياع الحصان اللي بيحبه، فقالوا الناس اللي حواليه بتواسيه وتعزيه فقده للحصان ده. فرد عليهم الراجل وقال لهم: ومن أدراكم أنه شر لتواسوني عليه؟ يعني مين اللي قال لكم أن ده شر فجايين تعزوني فيه؟ بعد فترة عدت وخلاص نسيوا الموضوع، لقوا الحصان بتاعه اللي كان ضايع رجع وراء قطيع كبير من الحصانة كمان رجع معاه، مكسب كبير طبعا ليه. فقولوا الناس عشان يباركوا له برجوع حصانه والغنيمة كمان اللي رجع معاه، فرد عليهم وقال لهم: ومن أدراكم أن في ذلك خير؟ يعني مين اللي قال لكم أن ده خير؟ فسكتوا ومشوا. جه ابنه بعد كده بيركب نفس الحصان اللي كان تايه ورجع، فجري بيه الحصان ووقع الولد من عليه وقع جامدة فرجله اتكسرت. فجم الناس مرة تانية بيوسوه عشان ابنه رجله اتكسرت، فبرضه رد عليهم وقال لهم: ومن أدراكم أنه شر؟ بعد فترة قصيرة قامت حرب في المدينة، فجمع الحاكم كل شباب البلد للمشاركة في الحرب دي ما عدا ابن الراجل عشان رجله كانت مكسورة، فطبعا ما خدوش معاهم. فجم الناس تاني يباركوا للراجل على عدم ذهاب ابنه وتعرضه للخطر مع الناس اللي رايحين يحاربوا، فرد عليهم وقال لهم: ومن أدراكم أن في ذلك خير؟ والحقيقة أن هي كده طبيعة الدنيا ماشية بنفس الشكل وعلى نفس الرتم والمنوال. اللي بتفكره شر ممكن يطلع الخير فيه، واللي بتفرح بيه على أساس أنه خير ممكن يطلع هو الشر بعينه. يعني ممكن مجموعك القليل اللي أنت جبته، لأنك لو كنت جبت مجموع كبير كنت هتدخل كلية مش هتعرف تمشي فيها، أو هتطلع دكتور أو مهندس فاشل، او ما كنتش هتنجح في تجارتك او مشروعك اللي انت عملته بدراستك في الكليه دي اللي دخلتها بالمجموع القليل ده اللي كنت زعلان يوم ما جبته. يمكن فقدت جنينك اللي قعدت كتير مستنياه عشان ما يطلع لكيش طفل معاق ما كنتش ممكن تتحملي اعاقته، او عشان ما يطلع لكش ابن عاق يتعبك ويشقيك وراه في الحياه ويبهدلك. يمكن بعدك عن الشخص اللي بتحبيه وبيحبك دي الوسيله الوحيده عشان تعيشوا انتوا الاثنين كل واحد سعيد في حياته، لان تركيبة وجودكم انتوا الاتنين مع بعض ما كانتش هتنفع. يمكن ربنا كسر خاطرك في حلم كان نفسك فيه لانه كان هيتحول كابوس مش هتعرف تتخلص منه، بس انت كانت الدنيا متزينة قدامك وما كنتش عارف الامور رايحة على فين. الحقيقة ان ربنا بيهيئ ويسبب الاسباب لتنفيذ قدره في الارض وفي عباده كمان. اللي خلى اخوة يوسف يرموه في البير ويحوج قافلة بعينها معدية ماشية في الصحراء للمية عشان يعدوا يبصوا في البير وينتبهوا ليه وينقذوه وياخدوه معاهم مصر، ومنع الملك من الخلفة عشان يفرح بيه اول ما يشوفه وياخده ويربيه في بيته ويكبر عندهم، وبعدين يدخل السجن فيطلع يحل أزمة بلد كاملة،
ويبقى من كبارها وينقذها من مجاعة كانت ممكن تقضي عليها. هي دي كيفية إدارة الحياة من خالقها، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه وأزال عواقبه وأتمه. لذلك فتفكيرك الكتير في كلمة لو مش هيوصلك لحاجة، لو كان حصل كذا أو لو ما كانش حصل كذا مش هيوصلك غير الاعتراض على قضاء وقدر إحنا مش هنقدر نفهمه أو نستوعبه بتفكيرنا المحدود. خلاصة الحياة موجودة في كلمتين حلوين قوي في القرآن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما تندمش وتزعل على حاجة عدت وفاتتك أو حسيت إنك ما لحقتهاش أو ما كانش ليك فيها نصيب، وفي نفس الوقت ما تفرحش وتتغرر كتير باللي في إيدك واللي بيجيلك. حاول ما تعترضش على اللي بيحصل لك عشان لما الأمور تتحسن وتتفسر قدامك وتوضح ما تبقاش مكسوف من ربنا ومن اللي انت عملته وقلته قبل كده اعتراضا عليه في وقت من الأوقات لما كنت فاهم بالغلط ان اللي بيحصل لك ده شر ليك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون.